style. Foxes have to synchronize and join together into the unity. Transforming it into a copy of the enemy's world. But before the unity could synchronize, the defenders of Earth attacked and fought as one. Zeus and his son Ares, alongside the guardians from the sky. Enemies back into the stars. ثم نقطة هامة. مع هذوما يشتركوا مع بن علي في خاصية أساسية جوهرية. زوزهم أعداء. فما برشا مواضيع مهمة برشا. نحب نحكي فيها. زوزهم أعداء للذكاء التونسي. ما يحبوش الذكاء التونسي، يحبوا التسطيح وتعميم الجهل. اثنين اللي تم اليوم واللي تم في علاقة بالنسبة ما ينفصلش على معارك جوهرية. على معارك جوهرية هو مواصل صراع تاريخي ما يختلفش على اللي تعرض له أبو القاسم الشابي في الخيال الشعري عند العرب، ما يختلفش على صراع اللي تخاض ضد طه حسين من طرف نفس الجماعات في الشعر الجاهلي ومستقبل الثقافة في مصر، ما يختلفش في معركتهم ضد طاهر حداد، ما يختلفش في معركتهم مع الحلاج اللي قال أنا الحق والحق أنا نحن روحين حللنا جسدا في إضاء أبصرته أبصرتني وإضاء أبصرتنا. ما هو هكا ما يختلفش على جوهر الصراع عندما شوية وقلية المقفع ابن المقفع، ما يختلفش على محنة المعتزلة في بغداد على أيادي جدودهم السلفين الحنابلة. إذن هو تاريخ كبير. اليوم نحن في مفترق طرق في تونس، هذا المسار الثوري. المسار الثوري هذا انت حكيت على 14 جانفي، المسار الثوري اللي كانوا غايبين فيه ما حضروش فيه، وانا اليوم حزين كمحامي لانه اللي حبوا يعتديوا علي اليوم وحبوا يعتديوا على المحامين وانا خرجت في حماية زملائي والامن يتفرج، امن السيد علي العريض يتفرج وانا ساقاضيه علي العريض. فيهم شكون رفعت عليهم ودفعت عليهم وقت ما كانوش عندهم إسلاميين يدافعوا عليهم، واستهدفت من طرف أمن بن علي لأني رفعت على هؤلاء وطرحت قضية التعذيب أنا وجملة من الزملاء، وكنا قلة قليلة نطرحوا الحوايج هذية في المحاماة التونسية. اليوم يشحنون لأنهم أعداء ذكاء. اللي صار اليوم مخطر لأنه 14 جانفي حرية وكرامة، ما نجموش ثم حرية بدون قيمة مركزية دخلتها. القيمة المركزية اللي دخلها هو تعددنا وتنوعنا على أساس حرية الفكر، حرية التعبير، حرية الضمير والمعتقد، حرية، وهذه مسألة هامة، الوصول للمعلومة، وحرية البحث الأكاديمي، الحرية الأكاديمية، وقبل ذلك وبعد ذلك حرية الإبداع. لأنه أنسى نسمة أنت، هذا فيلم، الفيلم ما ثم حتى قاضي في وجه الأرض عنده القابلية والأهلية لتقييم قصيدة أو مسرحية أو غناية أو فيلم. الإبداع يقوم ويقيم من أهل الاختصاص نقديا مش في المحاكم. الناس هذوما
وقل اليوم يحب يمارس رقابته، يحب يدخلونا في طور الحسبة، وما أدرك ما الحسبة كي مصر، يحبوا يرجعوا بتونس اللي محكومة بمنظومة قانونية وضعية عمرها أكثر من 100 سنة. خم ذكرهم ميسالش، راهو البلاد هذه جابت محمد بن عرف الورغمي اللي عنده 500 سنة حرم العبودية قبل الإنجليز والأمريكان وغيرهم. راهي البلاد هذه فيها أول دستور وضعي في كل الوطن العربي. راهي البلاد هذه أعطتنا أكبر حركة تحرير وتنوير دونت في مدونة عظيمة للإمام العلامة محمد الطاهر بن عاشور. راهي البلاد هذه أعطتنا الشيخ جعيت لعمل مجال الأحوال الشخصية اللي هو زيتوني. البلاد هذه أعطتنا نص مؤسس في ثقافتنا المعاصرة اللي هو الخيال الشعري عند العرب واللي ضرب كثير من السواكن. هذه اللي أعطتنا طاهر حداد، هذه اللي أعطتنا هذا الزخم. إذن هو صراع بين التوجهين في تاريخنا يتواصل الآن، قوة تشد الوراء مع الموت، مع ثقافة الموت والقتل والعنف وإلغاء الآخر واللون الواحد والرأي الواحد والحاكم الواحد والقراءة الواحدة للنص المقدس واللي يولي فيها المحاماة حرام ساعتها، وبين أنه نحن بشر مجالنا النسبي وتونس حديقة فيها 100 وردة ب100 لون نختلف ونتعدوا داخل إطار مدني سلمي ديمقراطي. نختلف ونتعدوا لأنه أنا كنت معاهم لو كان جاءوا لهنا وعملوا بيان ضد النسب حق، لو وزعوا بيان في شارع الحبيب بورقيبة حقهم، لو كتبوا مقال حقهم، لو عملوا مظاهرة سلمية حقهم، حقهم في الاختلاف لأن ما نجموش نكونوا كيفهم. أما وأنه يعتديوا على الناس ويحب واحد عمره 15 سنة اليوم جايبينه أمام المحكمة طفل مراهق بطلينه من مدرسته جايبينه باش يعتدي على نخبة البلاد ويكفر ويحلل، هذايا هو بالضبط كهنة القرون الوسطى. على هذاك المسألة تتجاوز عنف محدود ورمزيته العنف ضد شكون؟ العنف ضد صحافة، لأنه اللي تم اليوم هو امتحان للإعلام التونسي، لأنه ما فماش ديمقراطية بدون إعلام تعددي ديمقراطي حر يمارس الرقابة الشعبية المباشرة على الكل. شو معنى الكل؟ الحاكم، المؤسسات، الأحزاب، الجمعيات، الأفراد، الثقافة، السيد. اثنين، استهدف فيه الحقوقيين وأساس المحامين اللي كانوا الصوت الأعلى ضد بن علي ضد الدكتاتورية. ثلاثة، ضد الجامعين لأنهم يحبوا يضربوا مخ تونس اللي هي الجامعة التونسية منوبة وما أدرك ما منوبة. هكا الكلية القلعة اللي أعطتنا كوكبة من خيرة إطارات وكوادر بلادنا اللي هما ثروة لا تقدر بثمن. خمسة، ضربوا المؤسسة التربوية لأن هي جهاز العصبي متاع المجتمع يحبوا يشلوه. ستة، ضربوا المبدعين. شبيكم نسيتوا أنتم أنه ريبوزيد كيوقع اعتداء عليه؟ شبيكم نسيتوا كمال الزغباني؟ شبيكم نسيتوا؟ إذن مش قلت لكم من الأول راهم أعداء ذكاء؟ يحبوا تونس مش ذكية. البلد هذه ما عندهاش رصيد، عندنا كان رصيد واحد هو ذكائنا، لا عندنا بترول، ومن ألطف الله علينا أن ما عندناش الريع النفطي اللي أدى بنا للجهل المعمى في الخليج. البلد هذه عندها ذكاء أبنائها، رصيدهم عندنا المشترك اللي بنيناه مع بعضنا، تعيشنا مع بعضنا وبنينا مع بعضنا وقبلنا مع بعضنا واختلفنا مع بعضنا. العنف في كل مؤسساتنا ارتبط بهؤلاء وبحكم الاستبداد. لذلك أنا نحمل مسؤولية وقل السيد رئيس الحكومة يقول والله نعتذر. لا سيدي، لا 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 تعتذر، ما واش كان شخص حقك مش يدي بك، شو تعتذر في واجبك في دورك؟ زلت اللسان كفر، نحن إزاء مؤسسات ولا إزاء حكم فردي. السيد حمادي إجبالي عليك مسؤولية أمنية بالأساس، أنت وزيرك اللي اليوم ما تحركش الأمن لما يزيد على 3 ساعات، وحملوه المسؤولية وسنقضيه ونعتبره شريكا فيما تعرضوه في واسم اليوم. Never.
Have you finished the conquest? Not yet, Dishad. Then why do you summon me? I bring news. Before mighty Darkseid came to the throne, he searched the universe for the ultimate weapon. The anti-life equation. The key to controlling all life and all will throughout the multiverse. He found it, hidden on a primitive planet, but before... The story of the Defiance is well known. I have found the primitive planet. The world that fought back. It is Earth. The anti-life equation is carved into the surface of this very world. Are you certain? I have seen it. Servant. Can it be true that you have found it? I have, Great One. The lost world is Earth. Anti-life is here. If it is redemption you seek, find the third box, synchronize the unity, and when this world is scorched, I will come for my great prize. You will come to Earth? I have turned 100,000 worlds to dust, looking for anti-life, looking for those who robbed me of my glory. I will stride across their bones and bask in the glow of anti-life, and all of existence shall be mine. It shall be so.
فينا واحد هوا اللي يعرف ريحتها يطلب من هوا طهجي طهجي هل هوا مرشوشة في ساعة في ساعة نهار راح يباقي بالتفاحة بالجلال مرشوشة في ساعة في ساعة نهار راح يباقي بالتفاحة كرش دور الكرش دور عمر للرجيلة ومعاها